عن الهيئات الرقابية وحسن عبد الله وعن هذا الرجل الفريق أشرف سالم زاهر. أتحول إلى ضيفي عبر سكايب من لندن الأستاذ محمد أبو العنين الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، شرفنا بك. أهلا وسهلا، شكرا. نحن دولة قانون ودستور، نحترم القانون ونحترم الدستور، وللقانون والدستور سيادة في جمهورية مصر العربية الحقيقة. لماذا لا يحترم رئيس الدولة المادة 216 في الدستور؟ الأصل العام إنه عشان يبقى فيه رئيس جمهورية بيحترم النصوص الدستورية لابد أن يكون هناك معادلة سياسية داخلية تسمح بأن يكون هناك أدوات داخل الدولة. هذه الأدوات تشتمل على وجود مؤسسات، هذه المؤسسات قادرة على إنفاذ وقادرة على التأثير في المشهد. بعتقد أنه النظم أو ما يطلق عليها النظم السياسية الشبيهة بالنظم الديمقراطية هي نظم تشتمل على أشكال من الممكن أن نقول عنها أنها أشكال قانونية ودستورية ومؤسسية من ناحية الشكل، لكن من ناحية المضمون ومن ناحية الممارسات تفتقر إلى كثير من خصائص هذه الممارسة الديمقراطية. خليني أعطيك مجموعة من الأمثلة منذ عام 2014 في الحقيقة فوجئنا بتعديلات بمجموعة من القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، كان عددها 325 قانون. الأصل العام إن في أول دور انعقاد لهذا البرلمان عليه أن يناقش 325 قانون المفترض أن يكون ناقشهما البرلمان وأقروا جميعا في حدود 30 يوم، وهذا من المستحيل عمليا في أي مجلس تشريعي يحدث هذا الأمر. هل كانت هذه بادرة؟ كانت بادرة في غاية الخطورة في الحقيقة، لأنه 325 قانون اشتملوا على عدد من التشريعات، من بينها مثلا إلغاء قانون المناقصات والمزايدات. قد يستغرب المستمع عندما نتحدث عن، ولا عندما أقول إلغاء بمعنى أنه تم تقييد منهجية المناقصة والمزايدة، بمعنى أن يتقدم الأطراف بعمل يعني قيام بمشروع ما، ثم بعد ذلك يرسو العطاء في خلال مظاريف مغلقة على الشخص الذي يتقدم بأفضل عطاء، وبالتالي نضمن أول شيء الرقابة والشفافية وكذلك فاعلية المنافسة والحفاظ على المال العام. في الحقيقة كانت 325 قانون تضمنت مثل هذا القانون، ثم لحقه فيما بعد ذلك القانون الذي منع بشكل مباشر الرقابة الشعبية، والرقابة الشعبية كانت متجسدة في الحق في الطعن في العقود التي تبرمها الدولة، وهذه كانت تمثل أحد أوجه الرقابة، سواء كانت من خلال اللجوء للقضاء أو من خلال ربما أن يلجأ المواطن معترضا على بيع مؤسسة أو هيئة أو مشروع أو حتى قرار إداري يصدر بالمخالفة للاعتبارات القانونية. ثم لحقه فيما بعد ذلك بكل تأكيد عدد من التشريعات القانونية اللي كانت مثيرة لكثير من الجدل وتؤسس في نهاية المطاف إلى تقويض مفهوم الدولة المؤسسية أو دولة المؤسسة اللي هي تلتزم بالتشريعات والقوانين اللي حضرتك بتقول عليها. على سبيل المثال مثلا ضرب عرض الحائط بأحكام التي صدرت من جهة القضاء فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير، كذلك صدرت عدة تشريعات بنزع الأحزمة الخضراء لما يطلق عليه المحيط الأخضر للأماكن، وتم تحويلها إلى كتل قرصانية زادت من الأعباء على الناس ومنعت المساحات الخضراء. على سبيل المثال أيضا أعطت الرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات القضائية أو رؤساء الهيئات القضائية العليا، وكان هذا في الحقيقة ضرب في غاية الخطورة في منهجية ومبنى فكرة المؤسسية. مش مفهومة الحقيقة، يعني أنا آسف للإطالة. لا العفو، في نقطة مش مفهومة بالنسبة للناس كتير، وهي فكرة
النظام الحالي بيسيطر على مفاصل الدولة، على رجال الدولة، كون مش عايز أقول نخبة لكن كون رجاله خلاص حواليه في كل المؤسسات، بيمتثلوا لأمر شخص واحد وبينفذوا رؤية شخص واحد، لا يناقشه أحد ولا يحاسبه أحد، برلمان ماشي معهم في نفس الإطار، الإعلام ماشي في نفس الإطار. طيب في ظل المنظومة اللي ممتدة بقى لها 11 سنة دلوقتي تقريبا أو 10 سنين، لماذا يخشى الرجل من الهيئات الرقابية؟ يعني ألم يستطع أن يصنع رجالا له في الهيئات الرقابية يعمل شكل أنه محترم الدستور وهم بيدينوا ليه بالولاء وبالتالي مش هيعكسوه في أي حاجة ويستمروا لمدة 4 سنين؟ لا، هذه المنهجية في الحقيقة مصر دولة برغم كل ما تحدثنا عنه من إخفاق ومن انهيار معنى المؤسسية في خلال 10 سنوات الماضية، إلا أنه في نهاية المطاف تبقى مصر ورغم كل ما نقوله من أزمات وتأزم يبقى فيها جهات غير مستقلة ولكن يبقى فيها أفراد مستقلون. بمعنى آخر أنه ممكن تجد داخل مؤسسة ما بعض الأشخاص الذين لديهم مساحة من المهنية ومن الاعتبار الضمير المهني، وبالتالي يخشى من صعود مثل هؤلاء. عشان كده عندما تتحدث حضرتك عن تصعيد بعض المناصب العليا في الدولة لابد أن تستند إلى استيساق كامل، ليس من الشهادة العلمية وليس من الكفاءة المهنية وليس من الجدارة والاستحقاق بقدر ما يكون الاستيساق من درجة الولاء. في خلال هذا الأمر يخشى النظام أن ينفلت من هذه الحلقة الضيقة بعض الأشخاص، زي ما حضرتك ذكرت اسم للمستشار هشام جنينة أو لبعض رؤساء الهيئات القضائية الذين يتمتعون باستقلال وضمير مهني ويرفضون في نهاية المطاف الخضوع لتغليب الاعتبارات الأمنية على الاعتبارات المهنية والاعتبارات المتعلقة بضرورة احترام قواعد التمييز. هل حدث هذا؟ حدث هذا في الحقيقة مرتين. المرة الأولانية كانت في تصعيد أحد، لن أذكر اسمه بكل تأكيد، في تصعيد أحد رؤساء الهيئات القضائية تم ترشيح الاسم وكان ذو جدارة واستحقاق في أن يتولى هذا المنصب، ولكن تم تجاوزه بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد المتبعة في هذا الشأن. وأيضا حدث في مرة أخرى في القاضي المرحوم الذي أصدر حكم تيران وصنافير، أيضا كان يعد هذا إحراج كبير للنظام من وجهة نظر النظام طبعا، رغم أن في معظم بلدان العالم التي تحترم فكرة التمييز والأداء المهني واستقلالية العمل القضائي، في نهاية المطاف القاضي محكوم بضميره المهني وبالقواعد التي تحكم هذه الاعتبارات. النظام القانوني والقضائي في مصر ظل محكوما طيلة فترة طويلة بهذه القواعد وكان مصاب ببعض العوار، فكنا نقول أن هذا العوار يمكن علاجه مستقبلا وكان هناك مشروعات مقدمة لعلاج هذا الأمر. ما أقوله وينطبق على مجلس القضاء أو على مؤسسة القضاء للأسف الشديد ينطبق على عديد من المؤسسات الأخرى. في تقديري أن 10 سنوات الأخيرة أصاب هذه المؤسسية عوار شديد، بل باتت ربما للأسف الشديد مهددة بفقدان ثقة الناس وثقة المتعاملين. شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو العنين الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب.